الدلع. يلا يا بقى ايه كرة خلاص؟ كرة واعترف بقى. يلا انا بينا مين دلعك بقى لنا ساعة ونص؟ يلا بينا كرة واعترف. انزل انزل بالكرة انزل يا واعترف. سيدي. يلا بينا. على ما يبدو كرة تعترف انك قررت الاعتزال بين شوطي مباراة الاهلي الاولمبي بعد ما سجلت الهدف في احمد شوبير؟ او فكرت؟ فكرت لكن ما قررتش. فلعبت سنة بعدها في الاهلي. ما كملتهاش السنة ما اتبسطتش بعد يعني. كده. طيب، على ما يبدو قرر تعترف انه في معظم الاوقات بيسيطر عليك شعور بالمظلوميه؟ لا لا خالص. لا لا خالص. لا لا. على ما يبدو قرر تعترف انك زعلت لان محمد رمضان تم اختياره كمدير رياضي وانت لم يتم اختيارك؟ لا طبعا باركت له واتمنى له كل التوفيق. كلمته؟ لا محمد سليماني. لا ما قابلتوش. في البرامج لكن يعني لكن طبعا في برامج بتمنى له كل التوفيق ومن قلبي فعلا يعني. بتحب محمد رمضان؟ جدا حبيب محمد. شخصيات الجميلة. جميل محمد يعني. جميل. بعد احنا كنا زمان الملعب كمان. فلا هو لذيذ كمان. محمد رمضان ربنا يكرمه. زمانه نايم بقاله مثلا 14 ساعة. بقول له هتنام اللعيبة الساعة 10. قال لي ماما كده سهرانين. قلت له انت بتنام الساعة 8. الساعة 9. لكن 9 ابقى نايم. قال لي هخليها 11 يعني. تقول تعترف انه لا توجد تجربة لك اكتملت بالنجاح؟ طبعا. ليه؟ ما نفسي اعرف ليه. والله نفسي اعرف. ما تراجعش نفسك يعني. ما هو يعني في ممكن يكون الغلط عندك مثلا. ممكن لكن كل التجارب غلط عندي. ما هو برضه في حاجات يا احمد ما مش منطقيه. ما يعني انا اكيد بغلط. ما انا بني ادم. لكن مش كل التجارب بغلط فيها. صحيح. تقر وتعترف انك تتمنى انك تكون مدير كوره او مدرب في الفريق الاول للنادي الاهلي؟ طبعا. ما ترددتش؟ لا لا طبعا بتمنى اكيد. طبعا. أنا عندي إجابة السؤال ده بس هسمعها منك الأول. اتفضل. تقر وتعترف إنك وربيع ياسين ومحمود صالح دفعتم ثمن صدام الكابتن صالح مع طاهر أبو زيد؟ ممكن. بس أنا عارف إنه ما كانش في صدام ما بين الكابتن. لا كابتن صالح وكابتن طاهر لا. مش كده؟ لا لا لا. مع اللي تحت. ممكن اللي تحتيه. بس هو كابتن صالح الله يرحمه هو اللي كان يعني كان في وجهة بتوع التكنيكال كده. لكن مع كابتن صالح شخصياً لا ما أعتقدش. طاهر عمره ما كان في صدام. مش كده؟ بس أنا اللي أنا كمان عارفه إنه الرباعي ده كابتن صالح كان بيحبه قوي جدا. يعني انت وربيع وطاهر ومحمود كابتن جدا. صالح هو الصدام ما بين طاهر وكابتن صالح في مجلس الاداره حصل. لكن مش هو طاهر اللعيب. لا لا صحيح. تقر وتعترف ان الكابتن الجهري هو سبب انتقالك للنادي الاولمبي بعد رحيلك من الاهلي؟ بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. هتجاوب بصراحه اللي جاي؟ هو انت ما كل قول كله اشمعنى دي؟ ما انا بجاوب بصراحه على طول. ماشي. عدها له ولا ايه؟ ماشي. اخلص. تقر وتعترف انك نادم على رفضك اللعب للزمالك عقب رحيلك من الاهلي؟ لا لا مش نادم. مش نادم؟ لا لان انا اول جاوبت ما ينفعش اروح على الزمالك يعني. طيب. نادي الزمالك انا قلت طبعا حاجه اي حد يتمناه طبعا لكن كل الاحترام ده. طبعا لكن يعني. بالنسبه لي ما كانش ينفع. تقر وتعترف انك ظلمت نفسك لما ما ركزتش انك تكمل في مشوار التدريب؟ مش مركزتش. هو هعمل ايه؟ مش حكايه مركزتش. يمكن انا كسول شويه. كسول؟ مش كسول في شغلي. كسول لان انا تسعى وتحاول اسعى اعرض نفسي او جاهز. مش متعود على كده للاسف يعني. على فكره تقول تعترف المره دي هاديه جدا يعني. ما انا جاي معاك. لا ده هاديين قوي عليك والله. لزاز الكابتن هيزعل ومش هيزعل فما رضيتش اراجعها. ده عشت عمر لقيتها. ده لزاز والله. ده عشت عمر في القناه. طيب ماشي. تقر وتعترف ان تجربه مودرن فيوتشر كانت فاشله بالنسبه لك؟ خالص خالص. ناجحه ناجحه تماما بالنسبه لي لان اكتسبت حاجه جديده. نعم. انا كنت حاسس ان انا ممكن ابقى افشل فيها لكن الحمد لله انا راضي عنها تماما. وكنت ممكن اكمل اكتر من كده لكن الحمد لله خلاص. تقر وتعترف انك طالع من البرنامج مبسوط ومرتاح وهادي وكل اللي جواك قلته لو كان في حد واخد انطباع او فكره مش مظبوطه صلحتها ووضحتها للناس كلها على ده اكيد. انا اساسا جاي فرحان ومبسوط ومقتنع قبل ما ابدا معاك البرنامج. انا جاي مكان عارف المكان ده انا مستريح فيه وعارف هتكلم مع مين من غير ما اعرف الاسئله يعني. انا والله مش عشانك يعني. انا لما بطلع معاك في اي برنامج في اي قناه انا عن نفسي ببقى بطبيعتي على فكره لان انا قاعد مع واحد انت عارفني طبعا. ويعني عشت عمر كبيره جدا جدا في كل الاوقات. صحيح. فانا بالنسبه لما بتكلم معاك بتكلم عن تماما راضي عن كل كلامي. وبعدين انا مش حكايه مشكله هي انا لما ببقى في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او ببقى مع جماهير النادي الاهلي انا ببقى طبيعي جدا 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 معاهم. ده صحيح. والله مش بصطنع حاجه خالص. ومش عايز اقول لك انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده وحياه يعني. ربنا والوقت عدى بسرعه. والحمد لله مفيش اي اسئله محرجه ولا حاجه. ساعتين ال 10 يا دوب بس.